بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة أو مرحلة جديدة من مراحل إنتاج جزء من فيلم أفاتار، طبعا مقدمة من gfxacademy.net. النهاردة إن شاء الله هنحاول نعمل أو حاجة شبه الانفايرومنت اللي كانت موجودة في الفيلم. زي ما اتفقنا هنتجاوز عن حاجات كتيرة جدا في عملية الريندر، لأن فعلا الموضوع تقيل جدا جدا جدا. طبعا انا يعني دلوقتي انا فاتح برنامج الفيو، لكن اللي هشتغلوا على فيو ينفع يشتغلوا على سينما 4D، وممكن بعد ما نخلص نفتح السين بتاعت الفيو جوه السينما 4D ونكمل شغل بيها. لكن انا بس حبيت اشتغل على الفيو علشان اللي ما عندوش فكرة عنه يحاول حتى يتعرف عليه لحين ما ان شاء الله نعمل له كورس في الأكاديمية عندنا بإذن الله. مبدئيا نبدأ نفتح او نعمل ملف جديد. طبعا عندي توب سايد فرونت مين كاميرا فيو، طبعا عندي شريط الادوات ده اللي طبعا موجود في السينما في هيئة قائمة. اول حاجة هعملها هعمل ستاندرد تيرين او هعمل مسطح جبلي. هبدأ ان انا او اصغر الجبل بتاعي شوية. انا عايز اعمل فور جراوند هنا، او عايز اعمل سطح او مسطح موجود هنا. نيجي نحط الجبل ده هنا وناخد المين كاميرا. طب انا اصلا ما يلزمنيش الارضية، انا اصلا ما يلزمنيش ارفع الكاميرا دي فوق كده بحيث ان انا اعلى فوق القصص دي كلها خالص، تمام. واخد الجبل ده اعلو لها بالمرة، اوديه للكاميرا فوق كده اهو. طبعا هو هينطر الكاميرا لبره، مش مشكلة اخده كده بس. وما يلزمنيش برضو الحجم ده كله، انا عايز الجبل ده يدوب مغطي مغطي الجزء. طبعا افرك كده وافرك كده بحيث يبقى فاضل الجزء ده. ونعمل حاجة حلوة قوي، لو رحنا هنا كده وجينا قمنا قلبين المنحدر ده كده اهو، اداني منحدر لتحت، اداني منحدر. وكمان ده مش كده وبس، ده هو اداني منحدر لتحت. اقدر اعمل كده ولو زقيت قدام اقدر اجيبه بالمنظر ده كده اهو. بالمنظر ده كده كده حلو قوي، تمام التمام ومية مية. طبعا بلاش تيجي هنا عشان طبعا ما يزقلكش الكاميرا لقدام، بس مش مشكلة كده ولا كده. احنا هنروح دبل كليك ونخش على الترين ايدور، اعتقد ده انتوا شفتوه في السينما. طبعا ممكن انت تبقى كده ما انتش عارف اتجاه كاميرتك فين، لو انت ضغطت هنا على الزرار ده هيجيب لك الانتاير سين بتاعتك، هتبقى انت عارف بالظبط انت واقف فاني حته بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تعالوا بعد كده نحاول ننزل القمم دي شوية، نضغط على ماونتن بحيث ان احنا ناخد اي بريسيت تكون ناعمة حبتين، او نريح نفسنا خالص ونضغط على بنت على البرش ريز. ممكن نعلي السايز حبتين، الفلو سنة، وارسم بقى هنا اي حاجة تعجبك. حاجة كده نصغر السايز شوية، طبعا ما تحاولش تعمل حاجة يعني ما تبقاش طويلة قوي، يعني مجرد بس انك انت تمشي كليكات كليكات ورا بعضها كده، تمام. طبعا طبعا كده انا اضمن بس ان مفيش حاجة عالية زيادة عن اللزوم عشان ما تبوظليش مسقط الرؤية بتاع الكاميرا. طبعا دي باظت مني، كنترول زد على طول، انا كان قصدي امسك هنا بالمنظر ده كده. بعد كده تعالوا نحط شوية ستونز او جرافل الاول بحيث نعليها شوية، وبعد كده جريفت بحيث نخشنها حبة. بعد كده ممكن بيكس ضغطة واحدة بس، لان البيكس هتعمل لك قمم. الستونز بقى براحتك بحيث ناخد يدوبك ارض بالمنظر ده، فيها شوية علو. لقيت الدنيا معاك خشنة شوية او في حاجات حادة زي دي، اضغط على ديفيوز عشان تنعمها لك. بعد كده اعمل اوكي، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك وبقت مية مية.
طبعا ممكن نزق ده لقدام شوية كده بحيث يا دوب نخليه على الحافة بالشكل. ممكن عشان ناخد عمق نروح للكاميرا ونخلي الفوكال لينكس بتاعتها، طبعا في السينما نفس المسمى، نخليه مثلا 22 بحيث ناخد عمق شوية. طبعا هنزق الجبل ده او المنحدر بتاعنا ده لجوه سنة بس بحيث ان احنا نغطي كده. ده كده الفور جراوند بتاعتنا. بعد كده على طول نسمي كليكة واحدة ونسميه فور جراوند. ده كده في الفور جراوند. عشان اريح دماغي اعمل لير جديدة واخد فيها الفور جراوند ده احطه جوه. ليه لير؟ يعني احتاجنا نخفي كل حاجة نخفيها، احتاجنا نعمل لها لوك، يعني براحتنا. اللير دي هسميها فور جراوند جروب خلاص، ونحط فيها الترين ده. بعد كده نروح نعمل ترين تاني، نصغره برضو حبتين وناخده هنا كده، برضو ناخده قدام شوية، برضو نفرده يعني بالمنظر ده كده. طبعا هو هنا في مكان بيرفكت بصراحة، بس ممكن نعمل حاجة أحلى، ممكن نعمل حاجة أحلى، ممكن إن احنا نروح هنا كده نرفعه برضو لفوق سنة ونلفه في اتجاه الجبل نفسه، بس هيقابلنا وان بروبليما، يعني بروبليما صغيرة قوي. هنزق ده كده، لو خدتوا بالكم فينا حافة حادة جامدة قوي مش هتنفع ان احنا انا دخلت بالكاميرا، لا خلينا كده حلو قوي. اسف، نرجع هنا. هي الحافة هي مش ظاهرة، بس نعمل حسابها بالمرة خلاص. لو احنا دبل كليك رحنا جوه الاخ ده، هعمل ريسيت لكله، برضو نفس القصة، همشي شوية كده بس، همشي حبتين اي حاجة في اي حاجة، المهم نعمل حبة قمم. ما تقلش ايدك على الماوس قوي عشان طبعا ما تبوظ الدنيا. ممكن نصغر دي حبة بحيث ان احنا ناخد بقى حبة قمم، نزود الفلو سنة بحيث انها تعلى معايا بسرعة شوية، تبقى حساسة للماوس حبتين بالمنظر ده كده، حاجة بالشكل ده. بعد كده لو حطينا ريفر فالي هيطلع روحنا على ما يتحط، بس بصراحة بيدي شكل حلو جدا في الاخر، حاجة بالمنظر ده، بس مش محتاجها انا دلوقتي، فهعمل كنترول زد. ممكن ازود الهاردنس بتاع الستونز حبة بالشكل ده، ممكن احط كراكس كده، ممكن احط شاربن بحيث ان انا اخد ديتيلز بس. يا نهار ابيض، مش محتاج الديتيلز دي كلها خلاص. ممكن شوية جرافل بحيث نعمل لها اكستروجن كده، تمام. نزق شوية في حبة حاجات وحشة هنا، ديفيوز لحد ما تنزل، وبعد كده اوكي ناخد المنظر. لو جينا نعمل ريندر نخليها بس كليك يمين واظبط على الفاينل ريندر، ونعمل ريندر بحيث نشوف الشكل، الاتنين عاملين مع بعض بلند حلو قوي. بس احتياطي عشان الحافه الحاده اللي انا قلت لكم عليها دي، هنقلل بس الماين سنه بسيطه بالمنظر ده كده لغايه ما تختفي من ناحيه، بس بالشكل كده ضمننا ان حتى لو الكاميرا عليت ما تجيبليش حافه حاده. طب كده ده هنسميه برضو تبع الفور جراوند، بس هسميه ميد جراوند، ميد جراوند كده، تمام. مية مية. بعد كده ناخد حبة باك جراوند ماونتنز، نحط حتة ماونتن، ازقه بقى لورا كده، تمام. بس لما ازقه لورا طبعا اكبر
السكيل بتاعه، انا محتاج سكيل كبير. بس في نقطة ان انا ما اجرحش الكاميرا، اخليها بالشكل ده كده بحيث نداري المنظر ده، واكبر بقى الماونت بتاعي كده مثلا، اعمل كنترول دي دوبليكيت، واخد ماونت تاني صغره حبة كده بحيث يدي دبث او يدي عمق، وازقه لورا طبعا برضو ما اجرحش الكاميرا زي ما قلنا. محتاج ان انا اقفل الحته الفاضيه دي، الحته الفاضيه دي انا ممكن بدل ما اقعد اكبر الماونتن واخد والدنيا تبوظ معايا، مش تبوظ بس هتتقل خلاص. ممكن اعمل حاجه حلوه، ممكن اعمل دوبليكيت من الماونتن ده واخده لقدام شويه كده واصغره خالص، واجي هنا كده اهو واقوم زقه هنا في الحته دي كده، بالمره استفيد منه في الجزئيه اللي هتبقى فاضيه عندي، واجي هنا واقوم جاي مصغر السكيل بتاعه بحيث يعمل لي هيل صغير، او يعمل لي زي تبه صغيره كده تديني برضو عمق شكله كويس. اجي هنا نعليه بس كده تمام، ومفيش اي مشاكل اعتقد كده مية مية. فاضل بس حاجة بسيطة، ان انا عايز احط جبل في الحتة دي. ممكن تستعين بقى في فوتوشوب بعد كده انك انت تعمل مات بينتنج وترمي الجبال البعيدة ورا، ودي هنستخدمها. بس خلونا نحط كنترول دي واخد ده لورا هنا بالظبط كده، واجي هنا اهو واعلي الارتفاع بتاعه، طبعا هعليه وافرد كده، بفرد في الاتجاه الغلط، كنترول زد زد، المفروض اشتغل من هنا مش من الناحية التانية، بالمنظر ده، وازق ازق بعيد عشان برضو يديني دبث او يديني عمق بالشكل ده كده. طبعا ممكن دبل كليك كل، بس اللي هعمله شوية ستونز. مش هينفع كده، اندو نزود الديتيلز شوية ونحط شوية ستونز على شوية بيكس على شوية جريبل على شوية جريفيت على كراتر، ما نزودش على كراكة يا واحدة بس، وبعد كده اوكي ناخد شكل مختلف. تعالوا نعمل ريندر بس اكسترنال، رايت كليك على الكاميرا دي وقول له انترنال وريندر تو سكرين. طبعا تقدر من هنا تحدد اللي انت عايزه، انا هكتب كام 1280 × 720، طبعا مساحه كبيره حبتين، بس نجرب كده نشوف. تمام ماشي مفيش مشكله. لكن الحاج اللي في الاخر ده محتاج له شوية ديفيوجن، ومحتاج ان الديتيلز تقل حبتين، واعمل اوكي. ايوه كده، هو ده احنا ظابطينه على البريفيو ريندر، فنخليه فاينل ريندر ونعمل ريندر تاني. هياخد وقت شوية بس هيطلع لي الموضوع بشكل احسن، ودي اقصى يعني بصراحة الفاينل ريندر دي اللي هنستخدمها على طول. ادي الدنيا اللي هتطلع معنا كده. يبقى احنا خلصنا من اللاندسكيب. في الجزء اللي جاي ان شاء الله نشتغل على الماتيريال بتاعت كل جبل من دول. خليكم معايا.